تمام يا فندم. كمان يعني يمكن الصورة كمان واضحة قدامنا، وأنا لسه كنت بقول إنه الحقيقة سيناء هي مقصد سياحي عالمي، مش بس مقصد سياحي محلي للمصريين ولكن مقصد سياحي عالمي. طيب بالنسبة لي إحنا الصورة الحقيقة والسياحة المتنوعة، إيه التوقع لسيناء كمان في السنوات المقبلة؟ طبعا التوقع ان شاء الله سواء شمال سيناء او جنوب سيناء، وكل مدينه داخل شمال سيناء او جنوب سيناء هتكون مزار سياحي. ويمكن امبارح كان افتتاح اول خط للقطارات من اسوان لبئر العبد منذ اكثر من 50 سنه، كان الخط ده متوقف. امبارح كان اول تشغيل لهذا القطار، وده هيساعد بشكل كبير جدا على تنشيط الحركة السياحية الداخلية لمنطقة زي منطقة شمال سيناء. والتطوير اللي بيقوم به الدولة المصرية والقيادات السياسية في شمال سيناء وجنوب سيناء ده اهتمام كبير جدا للقطاع السياحي، واهتمام المستثمرين ان هم يستثمروا في سيناء اهتمام كبير جدا. ويمكن مدينة زي مدينة شرم الشيخ من أوائل المدن في السياحة المستدامة والسياحة البيئية. عندنا تطوير المطارات اللي خلال الفترة اللي فاتت شاهدناه، تطوير المواني زي ميناء اللي موجود في تور سينا، كل ده بيساعد بشكل كبير جدا على تدفق حركة سياحية وافدة إلى سينا. الحقيقة نتمنى الخير، ونتمنى أنه إن شاء الله تفضل سينا ويبقى فيه قفزات بإذن الله مع مزيد من التعمير والمشروعات، المشروعات القائمة والمشروعات أيضا اللي مفروض هتكون مطروحة بإذن الله في شكل أكبر وأعمق بإذن الله. الخبير السياحي أستاذ محمد كارم، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.